شهد معرض التمويلات العقارية في نسختها الثالثة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الراغبين في الاستفادة من التشكيلة المتنوعة للعقارات التي يقدمها المعرض. وشهد المعرض مشاركة لافتة من قبل عدد كبير من الشركات العقارية والبنوك المشاركة في معرض التمويلات الإسكانية، حيث تم طرح مجموعة متنوعة من العروض التمويلية والمشاريع السكنية أمام المواطنين للحصول على الخدمة الإسكانية خلال فترة وجيزة. مشاريع حصرية وعروض تمويلية تشجيعية جذبت آلاف المواطنين من خلال زيارتهم لمعرض التمويلات الإسكانية والذي أقيم مؤخرا في مجمع سيتي سنتر البحرين، للتعرف على ما تقدمه الشركات العقارية والبنوك المشاركة في هذا المعرض للانتفاع من هذه الخدمة التي يتم تقديمها بالتعاون مع وزارة الإسكان. إن كل شيء موجود هنا، سواء بغيت تشتري أرض أو تشتري بيت أو تشتري حتى شقة، كل شيء ما شاء الله يعني موجود، بالإضافة إلى وجود البنوك. كنت ناطرة صراحة، لأن أتذكر قبل سنة كم سوينا، فكنت ناطرة حق السنة هاي، وكان شيء وايد حلو لأن كثير شركات موجودة هنا، ما احتاج اروح اتعامل كان ما كنت مكان ثاني، يعني كلهم موجودين هنا الشركات، وبنك الاسكان موجود هنا، فموضوع التسهيلات كل شيء موجود عندي هنا في مكان واحد. انا موجود اكثر من مكتب عقاري، فسهل لي ان اكثر من مكتب اقدر اشوف في نفس الوقت، بدل لا انتقل من مكان الى مكان، في مكان واحد اقدر اشوف هذا المكتب او المكتب الثاني، وقارن اي مكتب اللي يوفر لي العروض اللي تناسبني. مجموعة متنوعة من العروض التمويلية والمشاريع السكنية تم طرحها لتلامس أحلام ورغبات المواطنين، خصوصا وإن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوفير خدمات السكن الاجتماعي للمواطنين حققت نتائج إيجابية في توفير آلاف الخدمات الإسكانية. في إقبال متزايد من أول يوم لغاية اليوم، كل يوم في إقبال متزايد يصير. إحنا حرصنا أن إحنا نقدم هاي الأوفرات عشان نجذب الناس إلى المعرض، ويكون عندهم مميزات إضافية في خلال المشاركة. في إقبال كبير عليه، وإضافة على ذلك أن قدرنا نوفر لهم فرص حقيقية استفادوا منها أيضا. كتلة كاملة ضامة بعضها أن توفر على المراجع لما يرجع لهني، طبعا كل شيء يقدر متوفر لا يسأل عنه. تنويع الخيارات والحلول السكنية أمام المواطنين بالإضافة إلى العروض الحصرية التي قدمتها الشركات المشاركة في المعرض كانت كفيلة بتشجيعهم على شراء بيت العمر من هذا التجمع العقاري الذي تقدمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في نسخته الثالثة. إقبال كبير من قبل المواطنين على هذا المعرض للإطلاع على مشاريع الوحدات والشقق والقسائم السكنية التي توفرها شركات التطوير العقاري المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى العروض التمويلية التي تقدمها البنوك للمواطنين. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.